في هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولد النجم الهندي شاهد كابور في 25 من شهر فبراير 1981، وهو يعتبر واحد من ألمع نجوم بوليود على الإطلاق. مشواره الفني حافل بالأدوار المميزة التي حقق من خلالها شهرة واسعة، فقد اشتهر بقدرته على تقمص الشخصيات المتنوعة ببراعة فائقة، فحصل على بطولة الأفلام الرومانسية والدراما والأكشن والمغامرة، وذلك ليضع بصمته الخالدة في عالم سينما بوليود. كما ساعدته وسامته اللافتة على دخول المجال الفني من أوسع أبوابه، إلى جانب نشأته في عائلة فنية، علما أن والده هو الفنان بنكاش كابور، أما والدته فتدعى نيليما عازم وهي مدربة رقص. وقد ورث شهيد عن والده موهبته التمثيلية، بينما عشق الرقص على خطى والدته، فلطالما كان مولوعا بالحركات الراقصة التي برع فيها، وظل يحلم بأن يصبح يوما ما أفضل راقص في بوليود قبل أن يلاحق شغفه بالتمثيل. وقد كسب شعبية واسعة، كما ظلت حياته الشخصية أيضا محيطة بأنظار الجمهور. فقد اشتهر شاهد كابور بعلاقاته العاطفية المتعددة، حيث ارتبط بالعديد من ممثلات بوليود وعلى رأسهن ريشي تابهات وكينا كابور التي وقع في حبها أثناء مشاركتهما في أحد الأفلام، وفطر قلبه بعد أن قررت كينا الانفصال عنه، حيث وقعت في حب الفنان سيف علي خان، وتوجهت قصة حبهما للزواج. كما جمعت شاهد كابور حب مع بيانكا شوبرا وأمريتا راو وفي ديابالان، إلا أن شبح الانفصال ظل يطارده في علاقته بهن، فلم يقدر على الاستمرار حتى جمعه القدر بالممثلة ميا راجبوت، والتي تصغره ب13 عاما. وسرعان ما تطورت علاقة الصداقة بينهما إلى قصة حب قوية، ليقرر الزواج في نهاية المطاف عام 2015، وأثمر زواجهما عن طفلين هما ميشا وزين. هذا ويعتبر الثنائي من أشهر الثنائيات الرومانسية في بوليود، فيحرص شاهد كابور على مشاركة جمهوره بلقطات مرحة تعكس محبته لزوجته، فهو ليس رومانسيا وحنونا في أفلامه فحسب، وإنما في حياته الشخصية أيضا، كما أنه أب حنون للغاية ويحرص دوما على مشاركة أطفاله عالمهم الصغير مهما بلغت درجة انشغاله بمشواره الفني.